وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشواتفي، عميد تجارة الزقازيق سابقا. دكتور الشواتفي، نرحب بك في شاشة التلفزيون المصري، ولعلك تابعت معنا اليوم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصطفاف المعدات المشاركة في خطة تنمية شمال سيناء تحديدا. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الرسائل والدلالات على هذه الفعالية اليوم. تحياتي لسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين. عن هذه الدلالات نؤكد على عدة حقائق. أولا، تحولت سيناء الآن من مركز للإرهاب وتهديد للدولة المصرية إلى مركز للتنمية واستقطاب الاستثمارات في داخل الدولة المصرية. نعم. تحولت النهاردة سيناء إلى مركز للتنوير عندما نجد أن هذه الآلات وهذا الاصطفاف على مستوى الدولة بهذا الشكل هي إرادة قوية تؤكد على عدة حقائق. الحقيقة الأولى وهو أن سيناء 60,000 كيلو متر مربع ومصر المعمورة 60,000 كيلو متر مربع، فإذا تم ذلك كما تمنى الرئيس ووجه به فإن ذلك يؤكد مضاعفة التنمية في الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة. الأمر الثاني الحقيقة وهو ربط سيناء بالدولة الكبيرة، واعتبار سيناء في هذه الحالة لأول مرة في تاريخ مصر المواطن يمر إلى سيناء من خلال أنفاق ومن خلال كباري ومن خلال طرق. هذه التنمية التي شملت كافة المجالات في كل المستويات في كل المناطق تؤكد الرسالة الثانية وهي إعادة هيبة الدولة، وأن الدولة المصرية دولة قوية تستطيع أن تبسط نفوذها على كل بقعة من بقاع الأرض، ولا يوجد هناك تهديد يعوق أداء الدولة المصرية مهما تعاظم هذا التهديد ومهما تحالف الأشقياء على هذا الأمر. الحاجة الثالثة، المرسالة الثالثة النهاردة في التنمية إنها بتقول أن مصر النهاردة بتعمل تنمية شاملة بطريقة جديدة، تنمية شاملة من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة، وشهدت سيناء بهذا الأمر من خلال مؤتمر المناخ وشرم الشيخ. كل ده بيقول لنا أن مجالات التنمية النهاردة في الدولة المصرية لو أنا جيت حبيت أحددها هجد أن هناك تنمية في الزراعة، وهذا الأمر تم من خلال رؤى استراتيجية واضحة بتوفير المياه، وما تم من جهود حثيثة لتوفير المياه، لأن كان هناك في مشكلة سيناء حاجتين، مشكلة المياه ومشكلة الإرهاب. فاليوم النهاردة قضت الدولة المصرية على الإرهاب إن شاء الله دون رجعة، ووفرت المياه من خلال استراتيجيات الحديثة سواء تطوير أعمال الصرف أو الاستثمار في طاقات المياه الجديدة وتحلية المياه أو التوسع في هذا الأمر. الأمر الثاني وهو التوسع الأفقي والرأسي في سيناء من خلال استصلاح مساحات أراضي زراعية كبيرة ومتسعة. الأمر الثالث وهو ما أضيف إلى سيناء من ثروة سمكية ومزارع في شرق بورسعيد استطاعت أن تكون هي الركيزة الاستراتيجية للدولة المصرية في الوقت الحالي عندما شح الغذاء في الدولة أو عندما تأزمت الأزمة العالمية الكبيرة. الأمر الرابع وهو تطوير البحيرات أيضا، باعتبار أن الدولة المصرية استطاعت أن تطور بحيرة البردويل وبحيرات أخرى، ومن هنا فالمشكلتين الأساسيتين المياه والإرهاب قد استطاعت الدولة المصرية أن تتغلب عليهما بأدوات علمية وبإرادة قوية. النقطة الثانية وهو التعليم. سيناء كانت ما فيهاش تعليم ومدرسة كانت ضعيفة خلال السنوات السابقة، لكن لأول مرة في تاريخ مصر إن يكون هناك 8 جامعات على أرض سيناء الحبيبة وهناك مدارس. وعندما يؤكد النهارده رئيس الوزراء أن كثافة الفصول 29 طالب في سيناء، معنى ذلك أن النهارده أصبح هناك ميزة قوية للتعليم ودفعة قوية لتنمية المورد البشري في مجال التعليم في سيناء. الأمر الثاني والمهم هو لم يتم بهذا فقط، بل كانت هناك تنمية صناعية من حيث إنشاء مناطق صناعية كبيرة على شرق بورسعيد
وانشاء مناطق مصانع الاسمنت ومصانع الرخام، كذلك انشاء وادي التكنولوجيا. كل هذه العوامل اضافت الى قيمه مضافه للدوله على ارض سيناء، وهو اضافه للناتج الاجمالي المصري. الامر الاهم من ذلك وهو الصناعه ايضا. كل هذه العوامل الحقيقه تؤكد ان الدوله المصريه النهارده جاده في التنميه، ومن خلال ايضا تطوير الخدمات الصحيه، حيث شهدت سيناء توسعات كبيره في مجال الصحه من حيث المستشفيات الكبيره والمستشفيات في مناطق متعدده، ومن حيث ايضا مستشفيات مجهزه على اعلى مستوى. كل ده قال لنا ان التوسعات في سيناء النهارده، وان خطه التنميه لسيناء، كنا نتحدث عن تنميه منطقه قناه السويس الاسماعيليه وبورسعيد، النهارده نتحدث عن سيناء باعتبار انها اضافه قويه للدوله المصريه في هذا الوقت الذي نحتاج فيه الغذاء، وفي هذا الوقت الذي نحتاج فيه الى مد جسور سيناء لتستوعب كثافه سكانيه لتعالج مشكله الدوله المصريه من الزهر السكانيه، فهي اساس وركيزه للتنميه، وهي اساس لجذب الاستثمار، وهي اساس ايضا لجذب السكان. نعم دكتور شوادفي، اشرت ان هي قمه مضافه لما يتم لما نراه اليوم من خطه تنمويه شامله في سيناء، هي قمه مضافه للدوله المصريه. سيناء عانت من سنين عجاف على مدار التاريخ، نستطيع القول بذلك بأن سيناء لم تشهد خطة تنموية متكاملة كالتي نراها في اليوم نتيجة لانطلاق هذه الخطة قبل 9 سنوات. المواطن السيناوي الآن في رأيك كيف ينظر إلى سيناء؟ المواطن النهاردة انتهت مرحلة الكلام عن سيناء وتنمية سيناء، وجاء وقت الاهتمام بالفعل إلى سيناء. اليوم الحركة على الأرض تؤكد أن الدولة المصرية وقيادة الدولة المصرية وكافة أجهزة الدولة المصرية النهاردة قادمة وتتحرك بجدية للتنمية على أرض سيناء. نعم. هنا المواطن السيناوي يجب، هناك مجموعة من الأشياء يجب أن يكون عليها المواطن السيناوي. هو ضحى في الفترة الماضية من الإرهاب، ولا بد أن يستفيد أيضا من التنمية، وعليه يجب أن يشارك من خلال تطوير تعليمه وتطوير تدريبه وتطوير التنمية حتى يشارك في هذه التنمية الموجودة على أرض مصر، لأن بهذه الذي أراه على شاشات التلفزيون النهاردة هو عبارة عن ثورة حقيقية للتنمية في الدولة المصرية، بنسميها الثورة المركزة. يعني ايه؟ انا باخد جزء من داخل الدولة وبدخل فيه التنمية بكافة المجالات عشان ادي هنا طفرة تنموية. الحقيقة المواطن السيناوي النهاردة يجب ان يفخر ويعتز، وايضا يحتضن كل الاجهزة الموجودة لديه، ويقدم لديها العون، ويبلغ او يبلغ عن اي انحرافات او سلوك شاذ ضد الدولة المصرية، حتى تستطيع الدولة المصرية أن تقدم له التنمية المطلوبة، وحتى تستطيع الدولة المصرية أن تستخدم هذه البؤرة لتضيفها إلى الناتج الإجمالي المصري، وأن يكون المصريون دائما هم المستفيدين الأكبر. المصريين النهاردة هم اللي بيستفيدوا من التنمية، لأن سيناء أرض الفيروز، بها المعادن وبها النهاردة الزراعة وبها الصناعة، ونعتقد ونأمل دائما أن تكون نقطة ارتكاز التنمية في الدولة المصرية. إن شاء الله. دكتور محمد الشوادفي، عميد تجارة الزقازيق سابقا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.